بعد أن تكلمنا عن أدوات تحديد الأولويات واتخاذ القرار، دعونا نتكلم بشكل مبسط جدا ومختصر عن أدوات جمع البيانات وتحليلها. هذه الأدوات ليست خاصة بالجودة أو ابتكرت في الجودة، ولكنها تستخدم أدوات أخرى إحصائية في مجال الجودة لجمع البيانات وتحليلها وعرضها والاستفادة من هذه البيانات في صنع القرار. من هذه الأدوات التي سنتكلم عنها بشكل مبسط المخطط البياني الخطي، ما يسمى أيضا بمخطط الضبط، مخطط التبعثر، المدرج التكراري، الأعمدة، القطاعات الدائرية. فقط سنستعرضها استعراضا ولن ندخل في تفاصيلها، لأنه هذه التفاصيل قد تجدونها في يعني في أي مراجع أخرى وهي متاحة للجميع. فقط لمعرفة أن هذه تستخدم أثناء القياس وأيضا في مرحلة التحسين وحتى ما بعد التحسين، يعني لمعرفة فعالية مشروع التحسين أو الفرصة التحسينية نحتاج إلى مثل هذه الأدوات لمعرفة مدى فعالية الحلول. دعونا نبدأ بموضوع المخطط البياني الخطي. لاحظوا، هذا هو المخطط البياني الخطي. طبعا هو يعرض البيانات خلال فترة زمنية محددة ويقوم بعرض البيانات ويعطينا فكرة عن البيانات، سواء لاحظوا الخط في المنتصف هو المتوسط، فموقع هذه البيانات وانتشارها حول المتوسط يعطينا فكرة هل البيانات أقل من المتوسط، أعلى من المتوسط، هل هناك يعني بيانات يعني لأكثر من بقيت لأكثر مثلا من 6 نقاط أو 7 نقاط أعلى من المتوسط أو أقل. هذا يعطي فكرة عن العملية وعن سير العملية وتتبع مسار العملية، ولكنها فكرة مبسطة يعني ستكون بسيطة بالنسبة لمخطط المخطط الآخر وهو مخطط الضبط. دعونا نلاحظ هنا مخطط الضبط. طبعا مخطط الضبط هو أداة لمراقبة العملية في فترة زمنية محددة. نحن في مخطط الضبط نراقب العملية خلال فترة زمنية محددة ودراسة المنحنى للتأكد من أن العملية في مستوى معين يسمح ببعض التغيرات والاختلافات والانحرافات التي لا تتجاوز حدود المراقبة المتفق عليها. لاحظوا هناك حد أعلى upper control limit وحد أدنى lower control limit، النقاط المتقطعة هناك في المنتصف هو المتوسط وهذه العملية. يعني لاحظوا نقطتين خرجت عن حدود المراقبة المتفق عليها، في نقطة خرجت عن الحد الأعلى ونقطة خرجت عن الحد الأدنى، لابد من دراستها. نحن هنا طبعا هذا المخطط يضبط العملية ويمكن يعني تقليصها أو لنقل السماح بالتغييرات وتضييق المساحة بين الحد الأعلى والأدنى مع الوقت، التحسين مع الوقت، فيصبح يعني يمكن وضع لنقل عتبات أعلى وفي النهاية ستتحسن العملية تدريجيا. لكن لاحظوا في هذا المخطط لدينا المتوسط، لدينا الحد الأعلى المسموح به والحد الأدنى، هناك نقطتين خارج الحد الأعلى والأدنى. عادة البعض طبعا جوران وغيره تكلموا عن ديمينغ تكلم أيضا عن موضوع الأسباب، أسباب المحتملة. نحن نتكلم عن مؤشرات، هذه مؤشر لعملية لنقل تعدت حدود المراقبة، لم تتجاوزت حدود المراقبة، لكنه لا يعطي الأسباب. الأسباب لابد أن تدرس، لابد أن تدرس الأسباب، والأسباب قد تكون في نظر علماء الجودة أسباب عامة وأسباب خاصة. أسباب خاصة تتعلق بالخلل أو الخطأ أو كذا أو العاملين أنفسهم أو وهي في الغالب سهل اكتشافها. الأسباب الخاصة سهل تكتشف أنه والله سبب تجاوز هذه النقطة حدود المراقبة لسبب في من الأسباب الخاصة يختص بالعاملين أو يختص بالخلل ما أو لنقل خطأ ما أدى إلى هذا. هناك أحيانا تتجاوز النقطة لأسباب عامة، وهذه الأسباب تتعلق بالسيستم، بالنظام نفسه، يعني عدم وضوح مهام ومسؤوليات، عدم وضوح سياسات وإجراءات، عدم الأنظمة والتشريعات الموجودة في المنشأة. هذه الأسباب العامة عادة هي مسؤولية الإدارة العليا بالمنشأة. إذا وجد خلل في وشخص على أنه أسباب عامة وليست أسباب خاصة فهو مسؤولية الإدارة العليا بالمنشأة،
وهو يتعلق بالنظام كما وبعناصر النظام كما أسلفنا من مدخلات وعمليات ومخرجات، ويتعلق بإصلاح النظام ككل، وهذه مسؤولية الإدارة العليا بالمنشأة. إذن هذا هو مخطط الضبط، يستخدم لضبط العملية ومراقبة أدائها، وهذا بشكل مبسط جدا جدا. ولو تطرقنا لمواضيع تفاصيل كثيرة في هذا الجانب سنجد أنه هناك تطبيقات كبيرة جدا جدا لا حصر لها لضبط العملية عن طريق هذا المخطط وعن طريق تطبيقات أخرى. هنا مخطط آخر وهو مخطط التبعثر، مخطط نقاط، لاحظوا المحور الصيني والمحور الصادي والنقاط، مدى تبعثر النقاط في يعني على الإحداثيات. هذا مخطط تبعثر طبعا هو مهم جدا جدا أيضا في دراسة العلاقات بين المحور الصيني كمتغير مستقل والمحور الصادي كمتغير تابع. دائما في العلاقات لدينا متغير مستقل يتبع له متغير تابع، فهذه العلاقات تدرس أيضا عن طريق مخطط التبعثر. هناك أيضا احتساب لما يسمى بمعامل العلاقة أو correlation coefficient، وهو في العادة إذا كان من صفر من ناقص واحد إلى واحد، فكلما يكون يعني باتجاه ناقص واحد فهي علاقة، لنقل علاقة قوية سالبة، إذا كان باتجاه موجب واحد فهي علاقة إيجابية موجبة وقوية، إذا كان في الصفر أو حدود الصفر من صفر إلى 0.5 أو من صفر إلى minus 0.5 لا يوجد هناك علاقة أو علاقة ضعيفة. دعونا نرى هذا المخطط، مخطط التبعثر. لاحظوا إذا الشكل على اليمين المحور الصيني والمحور الصادي والنقاط، بما أن النقاط يعني المنحنى واضح، وهو كلما زاد المحور الصيني كلما زادت الإحداثيات الصينية زادت الإحداثيات الصادية، لذلك المنحنى يصعد صعودا باتجاه الجانب الأيمن. هذا ارتباط موجب قوي. ما معنى ارتباط موجب قوي؟ معناته كلما زاد المتغير المستقل زاد المتغير التابع، كلما زادت إحداثيات المحور الصيني زادت إحداثيات المحور الصادي. إذن العلاقة بين هذين المتغيرين علاقة قوية وموجبة. إذا كان يعني النقاط أكثر يعني أقل تحديدا وأكثر انتشارا فهو ارتباط موجب ضعيف كما ترون في الشكل الثاني على الجهة اليمنى. إذا كانت النقاط مبعثرة في كل أنحاء المنحى الرسم فهنا لا يوجد ارتباط. إذا كانت النقاط كلما يزيد المحور الصيني يقل المحور الصادي فهو ارتباط سالب. طبعا كما ترون في الشكل قبل الأخير ارتباط سالب ضعيف. لماذا ضعيف؟ لأن النقاط مبعثرة، لكن إذا صارت النقاط يعني متقاربة فسيكون ارتباط سالب قوي. هذا مخطط التبعثر، وهو أيضا لمعرفة العلاقات بين يعني قد الآن قد نحتاج لهذا المخطط لعرض مثلا علاقة لنقل تعامل العاملين في المنشأة كمدى يعني لنقل أو علاقة التزام المنشأة وتقيدهم مثلا بالتزامهم وتقيدهم بالمواعيد بمدى رضا العملاء. إذا سيصبح العاملين سيصبح هو المتغير المستقل الصيني، مدى رضا العملاء سيكون هو الصادي. قد يدرس أكثر من متغير وعلاقته بالمتغير التابع لنرى ما هو المتغير الأكثر أهمية في النتائج وفي المتغير التابع. هنا لدينا أيضا من الأدوات الأخرى وهي أدوات معروفة إحصائيا، المدرج التكراري. لاحظوا أن المدرج التكراري يحدد تكرار الفئات ويستخدم عندما تكون بيانات المحور الصيني متصلة. هذه البيانات تقسم إلى فئات كما ترون من 0 إلى 10، من 10 إلى 20، من 20 إلى 30، تقسم إلى فئات ونرى تكرار كل فئة لمعرفة أي الفئات هي الأكثر تكرارا. هذا هو المدرج التكراري، أيضا فيه تفصيل. والمدرج التكراري كما أسلفنا يستخدم في مخطط باريتو. ففي مخطط باريتو يرتب المدرج التكراري من
الفئة أو السبب الأكثر تكراراً تنازلياً. هنا البيانات والأعمدة، هنا أيضاً أداة أخرى وهي الأعمدة، عرض البيانات بواسطة الأعمدة. لاحظوا الأعمدة غير متصلة، ليست مثل المدرج التكراري، ليس بالضرورة، قد تكون معلومات منفصلة لا ترتبط بعضها البعض وليست متصلة، فهي لبيانات منفصلة تستخدم هذه الأعمدة لمقارنة هذه البيانات. هنا أيضا نوع من أنواع العرض أو أداة من أدوات العرض وهي القطاعات الدائرية. إذا القطاعات الدائرية أيضا تستخدم كوسيلة من وسائل عرض البيانات، وهي رسم توضيحي لبيانات المكونات كجزء من الكل، كجزء من الكل. الدائرة تشكل 100%، المكون رقم 1 على سبيل المثال الأزرق يشكل جزء من هذه الدائرة، المكون رقم 2، 3، 4، 5 على سبيل المثال، لنقل نحن نتكلم عن، لنقل أن هذه الدائرة تتكلم عن مستوى رضا العملاء، فلنقل أن رقم 1 هو غير راضي تماما أو غير راضي أبدا عن أعداد أو نسب العملاء الغير راضين تماما، رقم 1. رقم 2 مثلا هو اللي يكون غير راضي، بينما 3 مثلا لنقل محايد، 4 حيكون مثلا راضي، 5 راضي تماما أو راضي تمام الرضا أو يعني راضي عن الخدمة بشكل جيد وممتاز. إذن هذه طبعا على سبيل المثال للحصر بعض الأدوات التي تستخدم في جمع وتحليل وعرض البيانات، وهي أدوات كثيرة في هذا الجانب، لن نتطرق حتى، مجرد تطرقنا لها لنعرف أن هذه الأدوات تستخدم بشكل مستمر في الجودة، وأن الجودة هي مبنية على القياس، على قياس الأداء ومراقبته، وأن الوسائل الإحصائية والأدوات الإحصائية تستخدم كوسائل مفيدة وجيدة في سواء في الجمع أو في العرض أو في التحليل. ويمكن سبق وتطرقنا في بداية المحاضرة السابقة أنه كانت الـ 7 quality tool أو الأدوات السبع بناء على إيشيكاوا كان يضع في هذه الأدوات السبع مخطط الضبط ومخطط التبعثر ومدرج التكراري وقائمة الفحص، بالإضافة إلى الخريطة باريتو وتحليل السبب بالأثر ومخطط المسار. هذا ما طبعا يتعلق بأدوات الجودة، تكلمنا عنها من منظور كيفية استخداماتها أو صنفت حسب الاستخدام، وتكلمنا عن أدوات تستخدم لتخطيط وتنفيذ المشاريع مثل لنقل جانت شارت والخطة العمل والفوكس بي دي سي اي، تكلمنا عن بعض الأدوات التي تستخدم تحديد السبب مثل ما يسمى بتحليل السبب والأثر أو إيشيكاوا أو الفيش بون أو اللي هو مخطط عظم السمكة. تكلمنا أيضا عن أدوات تستخدم لدراسة العملية مثل فلو شارت أو مخطط المسار. تكلمنا أيضا عن أدوات تستخدم لتحديد الأولويات واتخاذ القرارات، وقلنا منها على سبيل المثال المخطط باريتو أو ما يسمى مصفوفة المعايير أو التصويت. تكلمنا عن أدوات في آخر هذه المحاضرة عن أدوات تتعلق تستخدم لجمع وتحليل وعرض البيانات.